تعالوا بقى نروح لخبر تاني نوهنا عنه قبل كده، اتكلمنا عنه امبارح او اول امبارح تقريبا. الكابتن محمود الخطيب رئيس النادي الاهلي عقد اجتماع بالامس مع اللجنه المشكله لاحتفاليه النجمه العاشره وتكريم الابطال. خلال الاجتماع ده اللي بالمناسبه تم دعوه الفنان هشام جمال لحضوره، استعرض الكابتن محمود الخطيب مع اللجنه كل التصورات المقترحه لشكل الاحتفاليه والابطال المكرمين سواء من الفريق الاول لكره القدم او ابطال بقيه الالعاب، وكمان اتكلموا في امكانيه تكريم الجميع في احتفاليه واحده، وان كان هذا الامر يبدو صعب حبتين لانه بيتعارض نسبيا مع وجود بعض الفرق خارج البلاد زي فريق اليد اللي بيشارك في البطوله الافريقيه للانديه ابطال الكؤوس في المغرب. واتفق كابتن محمود الخطيب مع اللجنه على تحديد اكثر من موعد يعني عشان يتناسب مع ظروف المكرمين حتى تخرج هذه الاحتفاليه بالشكل الذي يليق بالنادي الاهلي والذي يليق بالحاجات اللي هم حققوها الحقيقه على الصعيدين المحلي والقاري. ان شاء الله تكون احتفاليه مشرفه كالعاده. اكيد طبعا باذن الله.